يا ماما يا ماما يا ماما ماما ايه 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 يا مي؟ وطي صوتك، ماما لسه نايمه. في ايه؟ مفيش، اصل الانسيل بتاعي مش لاقيه. طب سمي الله هتلاقيه ان شاء الله. انا متاكده اني كنت لابساه امبارح، ولو قلعته اكيد سايباه هنا وهو مش موجود. افتكري بس. حسنى انت بتسرقيني انا؟ لا يا ابله، انت فاكره عشان بيتيني عندك ليله في البيت هتفتكري انك كسر عيني؟ لا لا يا حسنى، هي مش قصدها، هي بس بتسالك انت شفتيه ولا لا. يا حسنى يا حسنى، انا ما بقلعهوش من ايدي، وانت نظفتي الاوضه الصبح، يعني اكيد شفتيه كده ولا كده. وانا لو كنت شفته مش كنت جيت وجبته لك؟ وانا ايه اللي هيسكتني؟ لكن طبعا انت اللي زيك مش قادر يقتنع ان الناس اللي زيي مش هنلاقي لقمه، بس مش هنبص في اكل غيرنا. صوعك مش زي بعضها يا ابله. ما تتكلمي يا ابله ساره، انت تعرفيني من زمان، عمرك شفتي عليا غلط؟ دي حاجه مش محتاجه تتقال يا حسنى، كل الجماعه عارفه انك بنت محترمه. كل الحكايه يعني هو سوء تفاهم؟ لا، لو سوء تفاهم يبقى نصلحه، وخدي فلوسك اهي، شوفي لك حد تاني يعلميه. لا يا حسنى يا حسنى، واحنا ابتدينا يعني عشان اشوف حد تاني؟ خلاص يا ستي خلاص، انا اسفه ان انا شكيت فيكي. خدي بقى، خدي والنبي، خدي والنبي، خلينا نكمل. خدي فلوسك اهي. معلش يا حسنى، عشان خاطري المره دي. بقول اصل ده سرقه يا ابله سرقه، ولا اللي جاي ايه يا ست؟ انت قلبك ابيض ومش هتسيبي مي لوحدها؟ لا مش عشان قلبي الابيض، عشان بس ارد لك الجميل. خلاص بقى، هستناكي النهارده يا حسنى، اوعي ما تجيش. تكرمي تكرمي علشان اهلك الطيبين وعشان ست ساره العسل اللي معاكي دي، لكن ان انت تسرقي اللي جت بيتك ونامت في فرشتك ما كنتش مستنظرها منك. خلاص يا حسنى، ما كانش قصدي. خلاص بقى يا حسنى، سوء تفاهم قلنا. وانا اشتريتها كده، اشوفك بالليل. ماشي، اوعي تتاخري يا حسنى. سلام. ماشي، سلام سلام. لقيته فين ده؟ حاسه كده. لا جيبه ايه؟ انزل العب مع العيال. ايه ده؟ ايه؟ هو كان مع الواد؟ الهي خليك يا عمي، ده انا كنت دايخه عليه ومش لاقياه. هو يخصك؟ الهي خليك يا عمي، ده انا قلبت عليه البيت. انت بتشتغلين ولا ايه؟ لا العيش ولا كان. ده مش بتاعي، ما يخصنيش، ده بتاع ابتسام. ابتسام الخياطه؟ الله ينور عليك. ابتسام الخياطه بنت فرج بتصيغ؟ مختوم على قفايا انا ولا ايه؟ واتش ات.